مع اليوم باستوديو السيد فادي سمعان رح يحكينا أكثر عن معرض الأعراس اللي عم بيصير بأوتيل لو رويال رويال ويدينغ فير. صباح الخير صباح النور. ميرسي ميرسي. يعطيكم ألف عافية بظل هيك هالظروف. بعد في شيء بحمس وهو الأعراس اللي ما بحياتها بتتوقف طبعا واللي دايما بحاجة هيك نشوف شو جديد شو جديد السنة. أي متى أول شيء رح بيكون المعرض؟ أول شيء ميرسي للإم تي في وبحيي المشاهدين. رح يكون المعرض من اليوم من الساعة 3 بيفتح أبوابه للساعة 10 عشية بالليل بأوتيل رويال دبي. المعرض رح يكون تقريبا في أكثر من 105 ستاندات كلهم بتصرف العرسين بيقدروا ياخذوا أفكار. بتقدر العروس تنظم عرسة من خلال هذا المعرض. أحما كثير العروس تبرم وتبرم وتتعب فيها تشوف كل شيء. تقريبا في بال 105 110 ستاندات. واو. فبقى كلها ستاندات حلوة. كل هلا بعضهم عم بيحضروا. بنصح كل عروس تفوت على المعرض وتاخذ أفكار لأنه كثير السنة فيها شرك كبيرة شرك عريقة. ورح تشوف كتير اشياء حلوة من ورد من فساتين اعراس من بدلة عريس. شو ما تطلب العروس رح تلاقي بالمعرض اكيد. يعني كل شيء ممكن هالعروسة تعوزه بالعرس او اي كابل بده يتزوج ممكن يعوزه بالعرس موجود بالغيال ويدينغ فير. ورح بيكون في يعني من شوكولا من اي زينة. عم نشوف هون البعض من الصور من السنة او من سنة هيدا الماضي. اكيد من هيديك السنة. هيدي السنة كمان رح يكون في عروض باراد رح يكون في عروض زفي. كل يوم عندك أكثر من ثلاث عروض. رح يكون في عندك فاشن شو بصالة برايفت بالأزورية كمان. كل يوم عندنا كمان اثنين عرض أزياء لمصممين معروفين. لمصممين أكيد أزياء معروفين. فيها العروس كمان تقريبا تبرم بشي ساعة ونص المعرض بتكون مخلصة فيها تحضر العروض اللي بدها إياها. العروض كيف عم يتقسموا خلال النهار؟ تقريبا بين الخمسة والتسعة كل ساعتين تقريبا في عرض أزياء. فيها تاخد فكرة. وأكيد على المعرض الدخول مجاني بس بتدفع رمزي بتدفع حق الدليل يلي بدها تاخده على الريسبشن. نعم. هيدا طبعا مش أول سنة بيصير المعرض. كم سنة صار؟ هيدا ثالث سنة بأوتيل رويال عم ينعمل المعرض. وكيف عم بيكون الإقبال عليه؟ عم بيزيد سنة ورا سنة؟ أكيد أكيد كل سنة عم بيكون أكثر من سنة. أول سنة تقريبا فات 2500 كابل. هيديك السنة 3500 وهلا ستاتستيك كثير عم تعطينا احتمال يكون كثير قوي السنة المعرض. نعم. الموضة بتتغير أيضا خلال السنين. يعني مودة إذا فينا نقول تنظيم العرس ألوان العرس الفساتين طبعا الفساتين تلها المودة. إنما في إشياء هيك صغيرة يمكن ما منفكر أنه ممكن تتغير من سنة لسنة. هل في تغيرات؟ والله بلبنان أنا بحس كل يوم في تغيرات مثل ما عم بتشوف. يعني اليوم العروس والعريس ما بقى عم يقبلوا بإشياء صغيرة. يعني حتى كرسي الأوتيل ما بقى عم يقبلوا فيها. على طول بحبوا يجددوا. حتى التصوير عم بكون فيك على طول إشياء مميزة. الكارت مميز في تام معين. والعروس هي حتى بتفضل جوا في حدا عندها شرك بتنظم لها العرس بالكامل او هي بتحب تنقي اشخاص وهي بتنظمه فيها تختار مثل ما بدها. نعم. تسفيف شعر تجميل اي شيء بتعوز العروس موجود ما في شيء ناقص اكيد. بس اكيد بدها تكون مع العريس. العريس مش موجود فوق. لا. العريس هي بدها تجيبه وتطلع. بدها تجيبه وتطلع طبعا. كمان في امور للعريس بما انه ذكرنا العريس. نعم. في امور او في ستاندات رجاليه رح بتكون فوق أكيد مثل اكيد في بدلات رجاله اي شغله. العريس اصلا هو ما كثير عنده اشي يشوفها يعني. العريس هن بيقولوا عن حالهم نحن معطرين. نحن بس بنمول العرس وما بيطلع لنا العريس بمول. هل في ستاندات مجوهرات كمان؟ اي شيء بدها من المجوهرات محابس توصل للكارت للشوكولا لتنظيم العرس اي شيء بتعوزه العروس رح تلاقيه بالمعرض. نعم. ثلاث او اربع ايام عم بيكونوا يعني طبعا الساعات. نعم. من بعد الظهر فقط لا عشيه ليقدروا يلحقوا يشوفوا كل شيء. هل في عروضات غير الباراد؟ عروضات الازياء والباراد عم بيكونوا الساعه 5. لا كل واحد بغير صاله. كيف عم بيكونوا عروض الازياء بصاله وعروض الباراد والزفه رح يكونوا بصاله. نعم.
نعم. وكل ما العروس تفوت اصلا على الانترنس رح نعطيها السكادجول يلي فيه كل العروض يلي العروس بتشوفها. الافتتاح لنا اليوم الساعه 3 مش 4 ايام 3 ايام جمعه سبت احد رح يكون المعرض. نعم. للساعه 10 عشيه. للساعه 10 عشيه كم شركه او كم فرقه زفه رح بيكون فيه؟ تقريبا كل يوم في عندك 3 او 4 براد رح يكون فيه بالهيدا. كثير سهل حتى لو في شتاء ما تعطي الهم، العروس كله اندور مسكر، فالي باركينج كل شيء منظم طبعا. بتوصل بأوتيل رويال اللي معروف بدبي. نعم. فادي كمان عم نحكي يعني هون عم نحكي وكانه عرس كبير، ولكن يمكن حلو هيك التوضيح انه حتى الاعراس اللي صغيره، حتى الاعراس اللي يمكن هالاشخاص مش كثير بدهم يتكلفوا عليها، ممكن يتلاقي لها البيدجي تبعها بهالمعرض. اكيد. هلا بعتقد انا كل شخص صاحب ستاند هو بيعرض عليها الافكار اللي عنده اياها، وكل صاحب ستاند كمان عنده سعر مميز او سعر عالي او سعر، هي العروس بتختار شو ما بدها وحسب العرس يلي هي بدها تعمله كبير صغير. اكيد شو ما بدها شو ما تطلب العروس انا بنصحها فيها تشوف بالمعرض. صح، يعني احسن ما هيك. يمكن بيفتكروا اوقات انه اذا في معرض او اذا في باراد او اذا في اي زفه معناتها رح ندفع كثير، ولكن هيدا الشيء ما لا، هذا بصير قرار للعروس. صح. هلا العروس فيها تبرم ما عندها دفع، هلا دفع بعدين بصير. هلا بتاخذ افكار، بتاخذ اي شيء بدها اياه اكيد. ومنشان هيك يمكن التايمينج التوقيت تبع المعرض هلا لحتى ينفتح لهم مجال انه ياخذوا القرار. أنا رأيي هذا هلا احلى افضل تايمينج، لانه العروس اذا عرسها بالصيف اكيد بدها تبلش من هلا تحضر. نعم. فهذا اللي بيساعدها المعرض. بعدين هلا بدها تروح العروس تبرم بالسوق، تسال عن كل واحد وين ادريسه لقيته، وتاخذ موعد وتطلب وتتعذب، بتلاقي كل اللي بدها اياهم رح تلاقيهم بالمعرض. كثير بيسهل عليها امور، فيها تفوت على المعرض بتشوف الكل. نعم. هيدي فبتشوف الكل، وحتى فيها تحجز. يمكن فيها تحجز اكيد على الارض. هلا هي بصير القرار لإلهم. وبعدين المعرض فيه منافسه، يمكن تشوف اشياء احلى، يمكن تكون مقرره على شخص تغير او تكون بدها شخص ترجع. بالعكس. هل ممكن ايضا يكون في هيك تجربه لشعر او لمكياج؟ كثير عاملين. اكيد اكيد في عندك كثير شرك بلشوا يحضروا وعم يعملوا للعروس مكياج فور فري، بتاخذ فكره بتاخذ اي شيء. هيدي الشغله يعني بفتكر كثير بتهم السيدات او الصبايا اللي عم بحضروا لعرسهم. أكيد أكيد. ويقدروا يشوفوا كمان مودة الفساتين للسنة مع مصممين معروفين ومحلات أيضا معروفة جدا بلبنان. أنا بدي أشكر وجودك معنا أسس فادي سمعان. منذكر أنه من 21 ل 23 بأوتيل رويال رويال ويدينج فير. أهلا وسهلا. أنا كمان أحب أشكركم، ميرسي كتير استضافتكم لنا. مشاهدينا رح ناخذ وقفة قصيرة ومتابع MTV Alive.